لاندكساسيون علاش خديتها يعني المقايسه خديتها لانه تنشوف باللي الميزانيه ديال في الخطر لانه كنقروا في الاول ديال العام المقاصه نخصوا لها 40 مليار ديال الدرهم وهذا واحد القدر الضخم كيساوي الخمس ديال المداخيل ديال البلاد باش نساندوا الناس في ليسونس وفي المازوت وفي الفيول الصناعي، وفي السكار، وفي السكر، وفي 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 الدقيق المدعم المدعم ماشي الدقيق العادي. 40 مليار ديال الدرهم. وتنبنيو هاد 40 مليار ديال الدرهم على أنه البترول غيكون مثلا 105 ديال الدولار، على حساب التقديرات ديالنا وداك الشيء اللي كيقولو كي الناس في العالم. وكتحدث أزمة، وملي كتحدث أزمة داك 105 ديال الدولار كتولي 106 107 108 109, 110 120 تقدر تولي 140 ولا 150. كل دولار. كل دولار تزاد الكلفه ديالو على حساب السنه 600 مليون درهم بمعنى اخر انه 10 ديال الدولارات هي سته المليار ديال الدرهم الى تزادت 20 دولار هي الميزانيه ديال الصحه كامله خصك تحطها من جديد منين غادي نجيبها بمعنى انه خصني نخلي الميزانيه ديالي مرهونه بالثمن ديال البترول واش تيطلع ولا تيهبط ولا جاب الله طلع واحد شويه غنتحمل بحال هاد العام راه حنا غاديين ل 43 مليار ديال الدرهم ولكن الا جاب بزاف منين غادي نجيب الفلوس نعرض البلاد لا على هاد الشيء مشينا خدينا 6.2 ديال المليار ديال 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 ديال, ديال, ديال الدولار كخط ائتماني يعني بمعنى انه اتفقنا معهم الا احتاجينا ناخذوها وهي واحد الحاجه مكلفه جدا وعلى الله سبحانه وتعالى ما ناخذوها شيء فخدينا هاد الاجراء هذا باش الدوله تكون قادره تحكم في الميزانيه ديالها هذا هو الاساس وقلنا راه من 65 ديال الدولار كتبدا دي الدوله كتخلص حتى ل 105 غتبقى الدوله كتخلص من 105 ل 120 غادي يخلص المواطن حتى هو لهبطات على 105 غنقصوا غن ليه من 120 الفوق خدينا تامين تامين اللي اللي في حاله ما اذا تجاوب باش عاود ثاني المواطن ماشي غدا ولا البترول 121 دولار ولا 130 دولار يمشي يشري ليسونس ب 20 ولا 30 درهم